للحديث عن التسريبات ضد الحرس الثوري الإيراني والاتهامات لقياداته ولخامنئي بالفساد وسط استمرار التظاهرات ضدهم في البلاد، معنا من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي. مرحبا بك أستاذ يوسف، ماذا تعني هذه التسريبات الصوتية للشارع الإيراني التي تؤكد ارتباط اسمي قاسم سليماني والمرشد علي خامنئي بملفات فساد؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. هذه التسريبات تؤكد أن هناك تصدع جدي بين صفوف الحرس الثوري الإيراني، وهو المؤسسة العسكرية التي تحفظ النظام في الواقع، لا 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 مسؤولية لها إلا الحفاظ على النظام الحاكم في إيران. هذا من جانب، لكن موضوع الفساد وما ذكرتموه في تقريركم هو يظهر بعد من أبعاد التصدع والفجوة القائمة حاليا بين صفوف الحرس الثوري الإيراني. ضف إلى ذلك الخلافات المستعرة حاليا حول النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في فيينا. هناك أيضا يضاف إلى تلك التي ذكرتموها من فجوات فجوة أخرى في هذا المجال، حيث يعني يعارض قسم من المتشددين في الحرس الثوري أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مفاوضات فيينا، لكن هناك يعني فئة أخرى تؤكد على ضرورة التوافق على اتفاق. والأنكب الأمر أن هذه اللي توافق على مثل هذا الاتفاق والتوافق هي كانت من المتشددين، وأعني أمير عبد اللهيان، حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، اللي وصلوا إلى نقطة التي وصل إليها روحاني، يعني كانوا يشتمون. طيب أستاذ يوسف، ماذا عن الحرس الثوري؟ الحرس الثوري الإيراني كمؤسسة عسكرية، إلى أي مدى يعني أدت ممارساتها إلى تعريتها وإسقاط الهالة التي دأب النظام على إظهارها بها؟ الحرس الثوري هو الفساد يعني مستشري في كل يعني شرايين النظام الإيراني من رأسه إلى تأسه، شايف كيف؟ فالحرس الثوري الإيراني بما أنه مؤسسة عسكرية تسيطر على نحو نصف من الاقتصاد الإيراني والكثير من المقاولات والمشاريع الاقتصادية والنفطية بيد الحرس الثوري الإيراني، فهذه المؤسسة الكبيرة اقتصادياً هي في الواقع تتحمل كثير من الفساد. لكن بما أنه في إيران لا يوجد إعلام حر ولا صحافة حرة ولا ديمقراطية ولا أي شيء، ماذا عن القضاء؟ ويتستر النظام دائما على مكامن الفساد، فلهذا يعني هاي التسريبات هي اللي تظهر. طيب أستاذ يوسف، أين الفساد يعني أين القضاء الإيراني من هذه الممارسات والفساد الحاصل؟ لا يوجد قضاء مستقل في إيران، القضاء تابع للمؤسسة الأمنية. أنا كنت سجين سياسي في إيران وأعرف هذا بالدم ولحمي ولمسته بكل وجودي. لا يوجد قضاء مستقل، فالقضاة هم تابعين ليس لما يحلفون به بل تابعين لما يأمر بهم المستبد الأكبر علي خامنئي، شايف كيف؟ وهو ينفذ ذلك عن طريق طيب. الأجهزة الأمنية مثل جا
الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات وما شابه ذلك. مع الأسف لا يوجد قضاء مستقل في إيران. سياسات إيران الخارجية أستاذ يوسف، توسع إيران في المنطقة أدت إلى هذه الأزمات التي يعيشها الشعب الإيراني اليوم، يعني إلى أي مدى أثر التدخل في دول المنطقة بذلك؟ تقريركم يشير نوعا ما إلى هذا الأمر، يعني ما جرى من فساد وهذه المبالغ، يعني كم المليارين اللي ذكرتموها والمليارات الأخرى، يعني قسم منها هذه قابضة ياس، يعني كانت يعني تمد الفيلق القدس بالأموال كي يوصلها قاسم سليماني للميليشيات في العراق واليمن وسوريا ولبنان. فقسم من هذا الأمر، يعني هذه الأموال يرجع هناك. هذه قابضة ياس كان من المفروض بما أنها يعني تابعة للحرس الثوري أن يعني يصل إيراداتها إلى كل الحرس الثوري، لكن فيلق القدس اللي هو فرع من الحرس الثوري كان ياخذ 90% من الايرادات و10% الى سائر يعني فيالق الحرس الثوري الايراني. فلهذا يعني نتج هذا التضاد وهذه الفجوه بين جعفري القائد السابق من جهه وذرقات نيا المساعد الاقتصادي من جهه وسليماني وقاري باص واخرين. فأنا ذاك كان في الواقع قاضي باب اللي هو الان رئيس برلمان وهو ابن خالة مجتبى خامنئي، ابن خالة ابن خامنئي، يعني زوجة خامنئي يصير خالته خالة قاضي باب. شكرا شكرا. وحسين طايب رئيس منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، نشكرك شكرا جزيلا. من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي، ونعتذر لك لضيق الوقت.